طيب كابتن مؤمن زكريا برضو كان من كتاب الشائعات اللي تعرض لبعض الشائعات الفترة الأخيرة، لكن الحمد لله كل الناس تواصلت معاه، طمنت على مؤمن. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان حريص على زيارة مؤمن في بيته والاطمئنان عليه وعلى صحته. نشوف. يعني إن شاء الله ربنا معاك يا رب. إن شاء الله يعني عملت في الحسنات كده الحمد لله كده يعني الحمد لله ونعم الحمد لله حبيت الناس دي حاجة يا رب. يعني إن شاء الله ربنا معاك يا رب. إن شاء الله يعني عملت في الحسنات كده الحمد لله نعم كده يعني الحمد لله ونعم الحمد لله حبيت الناس دي حاجة يا رب. هي ما حالة مؤمن دي حالة يقف مع العالم كله متعاطفا. احنا بنشوف احتفالات دلوقتي برة بتتعاطف مع يعني يحتفلوا بطريقة مؤمن ويوجهوا له رسائل هو لاعب يستحق، لاعب بقيمة فنية وأخلاقية عالية جدا جدا. ربنا يشفيه يا رب ويخليه أولا لأسرته، ولو قدر يرجع لكرة القدم هتبقى بإذن الله فرحة كبرى كبرى كبرى. بس الأهم يرجع لأسرته. كل التمنيات إن شاء الله لمؤمن بالشفاء بإذن الله تعالى، وكل الشكر والتقدير للوزير الدكتور أشرف صبحي. الحقيقة هو كوزير رياضي حريص إنه يكون مع الرياضيين في حتى مناسبة زي كده، يحرص إنه يزور مؤمن في بيته والاطمئنان عليه. ومش الوزير بس الحقيقة، حتى قبل كده يمكن اليومين اللي فاتوا شفت الاستاذ محمد مصلحي، محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ايضا حرص على زياره مؤمن في بيته والاطمئنان عليه. محدش مش مهتم بالكابتن مؤمن، يلقى حب الجميع يعني الحقيقه يعني ودعم الجميع وربنا يشفيه.